دي ايه الاكياس دي؟ الجوابات بقى لما وهي بعد ما بتتجمع في مكتب البريد وبتسافر بتتحط في اكياس شويله، ففي اكياس صغيره واكياس كبيره على حسب حجم اللي بتسافر الكميه اللي مسافره، ودي مكنه بتكتب اللي هي بتطبع الحواله البريديه، بتكتب عليها الرقم يعني المبلغ كذا ورايح في الحته الفلانيه، دي يعني ميكنه كمبيوتر العصر، كيس صغير البريد، كيس كبير، كيس مش عارف ايه كده. الحكومه الملكيه المصريه الكيس ده بقى في حاجه يعني غريبه شويه، ان دي الحكومه الملكيه المصريه كان العلم هلاله ثلاث نجوم، انما لسه كان محتفظين بالثلاث هلال وثلاث نجوم بتاعه الخديويه، او حتى كمان السلطنه، يعني لما كان السلطان حسين والسلطان فؤاد الاول كان ده الشعار، فحطوا الحكومه الملكيه على الشعار بتاع السلطنه والخديويه. طبعا هي دي حاجات يعني تفاصيل يمكن تكون مش مهمه للناس العاديه، بس هذا هو التاريخ بالظبط، يعني كل حاجه من كل خطوه من دي كل كيس من دول بيؤرخ لحقبه من التاريخ ولتطور البريد وتطور التاريخ المصري، تطور الدوله المصريه. الدوله المصريه دي الاختام بقى قبل اختراع طابع البريد كان يعني عشان نخلص على الجواب كان بيتختم بس ختم، ومن هنا كانت كلمه ستامب يعني تطبع، فكانت الاول اختام بس من غير طابع، وبعد كده بقت الاختام ديت بقت هي بيسموها الكانسليشن اللي هي بتطبع عليها يعني على طابع البريد بيتختم عليه الختم بتاع مكتب البريد الصادر منه عشان يلغي الطابع البريد فما لا يعاد استخدامه مرة أخرى، فده عشان كده تسمى كانسليشن. ليه مكتب بريد راس البر له فيترينا لوحده وكأنه مختلف عن كل مكاتب البريد؟ هو نموذج يعني تلاؤم مكتب البريد مع البيئة اللي حوله، يعني في كل حتة يعني لو شفنا صور مكاتب البريد بتاعت القديمة بتاعت العصر ده في كل قرية في كل في يعني في كل يعني منطقة حاليها انها ماشية مع الجو بتاع نفس البيئة بتاعته، فاحنا عندنا براس البر كانت كلها عشش وكان حتى الحصير بتاعه بيسمى كيب في براس البر، دي ده الصورة الأصلية بتاعت المكتب البريد في راس البر من جوه ومن بره ومن الجناب وكل حاجة، فعملوا منه نموذج عشان الناس تشوف قد إيه إن مكتب البريد كان متلائم مع البيئة اللي حواليه. عايز أوري حضرتك حاجة مهمة جدا وبنعتبرها إنها واحدة من أهم الخدمات اللي كانت بتقدمها هيئة البريد ولا زالت بتقدمها لغاية دلوقتي، هي دفتر توفير البريد. ده الدفتر ده كنا واحنا اطفال صغيرين اول ما نبتدي يعني ناخد عيديه وبتاع كان اهالينا بيعملوا لنا دفتر توفير، نروح في البوسطه عشان نتعلم ازاي نوفر ونحوش، وكنا ناخد الدفتر ده ونحط فيه مثلا 40 قرش 50 قرش، ده يعني مصروفك كنت نو جزء من المصروف، ده العيديه مصروف ده بقى سهل. فده بدايه التعليم الادخار في مصر، ولغايه دلوقتي ده من اهم الحاجات الخدمات اللي بتقدمها هيئه البريد في مصر لغايه النهارده. باشكال تطور مختلفه طبعا. بالظبط، مش بس الحوالات البريديه يعني تعاملها في الفلوس، حوالات بريديه والتوفير. دفتر توفير من المجموعه الاولى عام 1901، اذا اول دفتر توفير بريد كان 1900 قبل كده كمان. او قبل موجود كده موجود على طول من زمان. بس الحقيقه خلينا نقرا بس نحاول نقرا ده كان غني قوي حتى 40 جنيه 40 جنيه 42 جنيه ده دي الفايده ده واخد الفايده بقى 42 جنيه خد عيده هي فايده ثانيه بقت 44 بس برضه ده 1901 ده اللي بيوصفه الكارت، فكل ما بيزيد بيروح يزود له الفوائد بتاعته. دفتر توفير البريد اللي يعود الى بدايات القرن الماضي. هنا الموازين طبعا احنا كل الجوابات والطرود بتتحاسب نقلها على حسب وزنها، ففي بقى كل المستويات بقى الحاجات المتوسطه
التقل الخفيفة التقيلة، يعني كل يعني مجموعة من الأوزان ليها الميزان بتاعها، لدرجة إن حتى في كمان ميزان ذهب، لأن الذهب كان بيتبعت برضه الذهب كان آمن إن هو يرسل بالبوسطة؟ البوسطة دي كانت أأمن حاجة في مصر.